ما انت النهارده خلصت بطوله افريقيا، وصلت الى نهائي البطوله. ايوه بتقفل الملف، ودي عاده النادي الاهلي، وحضرتك يعني اكتر مننا علما بده، بتقفل الملف وتفتح ملف تاني اللي هو الدوري. انت مطلوب منك ما تخسرش نقط مظبوط عشان تعوض. خلي بالك الوضع بتاع اللي احنا قلنا عليه، ان انت تلعب ماتشاتك كلها ورا بعض دي بعيد عن المنافسه، مساله صعبه جدا طبعا. يعني انا قريت تصريح لكارتيرون بيقول دلوقتي احنا بقى في فرق 20 نقطه. فهو بيعول او بيضع الضغط على النادي الاهلي، هو حاطط في دماغه صح ان ده هيبقى ضغط على النادي الاهلي. ايوه لكن نقدر بقى نرد عليه، نقولها له برضه ببساطه، انه ان شاء الله مش هيبقى في ضغط على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي متعود على ده، ومتعود على انه يقفل ملف ويفتح ملف. يعني هو متخصص في الفايلات يعني. ايوه والله يقفل الفايل ويفتح فايل. ايوه فان شاء الله اعتقد ان النادي الاهلي باذن الله هيبقى ماشي، بصرف النظر عن تاجيل المباراه او عدم تاجيلها. لا احنا بنتكلم في اللي موجود. انا بتكلم في مباراه، انا لا ما اعرفش رسميا النادي الاهلي عايز ايه والله بجد. انا مش عارف. لا خلي بالك، لا الاهلي ما طلبش. لا انا بتكلم في ان ايه، تيجي مبادره بس الناس، انا كلاعب او انا كرئيس نادي او انا كمدير كوره او انا كمدير فني، لما الاقي الاتحاد المحلي بيعمل حاجه، حتى لو انا عايز العب انا هلعب هكملها والعبها، بس في الاخر هلاقي احس ان الناس واقفه معايا نفسيا وبدنيا وعصبيا. سبب اللي خلانا نفتح هذا الموضوع ايه؟ هو ما حدش طلب ده. احنا يعني احنا بنتكلم كناس عندنا خبره في هذا المجال. بالظبط. انا مش بتكلم في التفاصيل الفنيه، لا انا بتكلم في مساله كيف يكون التعامل يا كابتن اسلام. طالما انت بتطلب مني التعاون، فمن باب اولى ان انت تتعاون معايا. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا طبعا. اذا كان الهدف هو المصلحه العليا او المصلحه العامه، فنتعاون مع بعض. بس عاوز اقول لك على حاجه. صح يا ريس، مش هم قالوا انه مش عارف الدوري المصري زي دوري جيبوتي وبتاع عشان الاهلي فايز؟ طب لو الاهلي خسر الدوري على فكره. لا اسالك سؤال. الموضوع ثواني يا فندم، لو الموضوع ده اتفسر غلط. انا بكلمك. لا انا اسالك سؤال. لما هو اتفسر موضوع ان الدوري المصري من اضعف الدوريات عشان التنافسيه. والله التنافسيه دي مش ذنب الاهلي يعني. بالظبط كده. هو الاهلي بيعمل حاجه كويسه. لا اصل اثير الموضوع بشكل ايه يا كابتن اسلام؟ انه الدوري ده ضعيف. لا هو مش ضعيف، هو من ناحيه التنافسيه هو الاهلي مسيطر عليه، بس ده مش معناه انه. طب هو انا منعتك من التنافس يا كابتن؟ هياخد بطوله ويديك بطوله. انا منعتك مثلا؟ مثلا ما هو يعني فوز. لا فوز بايرن ميونخ مثلا بالدوري 9 مرات متتاليه مثلا، ده اختفاء التنافسيه في الدوري الالماني يعني. طب فوز الترجي بالدوري الاسباني، دوري المره الخامسه، الدوري التونسي انا اسف، الدوري التونسي 5 مرات متتاليه، ده دليل على انه التنافسيه طيب. لو الاهلي خسر الدوري هتبقى التنافسيه موجوده؟ لا وغير كده. الدوري هو الاقوى والاروع وانتزاع والكلام ده. الاهلي بيقول لك انا قلتها حتى مره، لو قفلنا النادي 10 سنين هترجع برضه الفرق كبير يعني هترجع. لا هو الاهلي مطلوب منه. هي مش القصه في كده، لكن هي زي ما الاستاذ جمال بيقول، هو المطلوب انا اكسب بطوله واديك بطوله. مش فاهم. او اكسب بطوله وادي الاستاذ محمود بطوله. اصل هي النغمه ماشيه كده يا استاذ محمود يا استاذ جمال. ان هو قال لك يا جماعه سيبوا لنا. وفي حاجه اسمها، انا مش بتكلم على الزمالك برضه عشان ما حدش يدخلنا في القصه، انا بتكلم بشكل عام. هو في حاجه اسمها ان انا اجي العب ماتش، حتى التنافسيه اللي حضراتكم بتتكلم، مش حضراتكم يعني بعد ما الاقي شجع النادي بيتكلم عنها عليها. ان التنافسيه دي مش هتبقى موجوده. لانه ما هو انا نازل العب ماتش، الغرض الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يلعب الماتش يكسب. طبعا مش طبعًا. عايز حاجه تانية. طبعا يعني طبيعي أنا عايز أكسب. يعني. طبعا يوم الماتش ده بتاع ربنا، اكسب اخسر اتعادل دي حاجه، لكن النادي الاهلي اللي في دماغه بيلعب للفوز ويومها والكلام ده كله. فانت بقى المطلوب منك كاهلاوي او كلاعب في نادي الاهلي او كمدير فني او كرئيس نادي ان انت تنزل الماتش اللي جاي ما تاخدش يعني بقى مش يعني كل بقى مره ما تلعبش بقى. ما تلعبش الماتش اللي جاي مش كل مره تكسب يعني. بجد يعني انا الحقيقه مش فاهم النقطه دي تحديدا يعني. هم الناس عايزه توصل لايه؟ لا ما هي دي انا بصحح برضو المفهوم اللي هو شاع في الوسط بعد ما اعلنت الاحصائيه. هي احصائيه رقميه جاب الدوريات شاف وقال لك الفيفا والحق والفيفا بيقول ماشي ليه على الدوري الالماني كده. ايوه لا بالظبط ماشي ليه على الدوري 9 سنوات متتاليه والعشره هتبقى موجوده. خليه يكمل وجهه نظر استاذ جمال وبعدين ارجع لك. لان انت شكلك رايح لحاجه ثانيه او بتفكر في حاجه ثانيه. لا انا اللي بقصده ايه؟ انه انت عشان تعمل، انا لو عايز اعمل الاحصائيه دي مش الفيفا، مش سيدي فيفا يعني. انا كجمال يعني هعمل الاحصائيه، هجيب الدوريات اللي في العالم كلها خلال 15 سنه
واشوف مين اللي كسب البطوله. ايوه هتلاقي النادي الاهلي في مصر، بايرن ميونخ في المانيا، مش عارف مين فين، هم دول خدوا اكتر عدد من البطولات. يبقى اقول انه التنافسيه مش موجوده، بس مش معناها ان الدوري ضعيف. الدوري ضعيف، هي دي النقطه اللي انا ايه، مش معناها ان الاهلي هو اللي بيفقد بالظبط يعني الدوري التنافسي. لا يعني هو العيب في بايرن ميونخ مثلا. طيب ما برضه هاخد من كارتيرون لما سئل وهو مدير فني الزمالك قال ايه؟ قال ايه؟ الاهلي هو بايرن ميونخ مصر. ليه؟ هو بيقول كده ليه؟ ايوه لانه هو عارف كيف تدار الامور في النادي الاهلي وكيف تدار في لانه اشتغل صح، لانه اشتغل في النادي الاهلي صح، وشايف برضه السيستم بتاع الشغل ماشي ازاي، وكل واحد مكنه شغاله بالظبط بتطلع قماش في الاخر صح. فهي دي الفكره يعني.